بصتين اتنين بقطعهم مكعبات ونبدأ ان احنا نسلقهم. عندي جبنة شيدر مبشورة او رومي مبشورة بس ناعميها كده قوي. عندي شوية كزبرة مفرومة وشوية بابريكا وعندي معلقتين اتنين من النشا. وبعد كده عندي للتغطية واحد بيض وشوية لبن وبقسماط ودقيق. الكلام ده بيتعمل ازاي؟ يلا بينا نبدأ. عندي البطاطس اكون سلقها وهرسها كويس جدا. ماشي. الجبنة جربي بالله عليك البطاطس زيت عشان هتعجبك قوي. شوية جبنة رومي كده مبشورين حطيناهم هنا. النشا تخليها مقرمشة كده وجميلة. شوية ملح. شوية بابريكا صغيرين. شوية بقدونس مفرومين. جميل؟ جميل. أقوم واخد الكلام ده كله ومدخله ببعضه. هرسه كويس قوي. أهو. هنا البيض وعندي شوية ملح وبعد كده اهوت عندي شوية فلفل وبعد كده عندي شوية لبن. جميل. هنعملها زي الناجتس بالظبط او لو عايزة تعملها كويرات برضو شغالة وزي الفل. يبقى كده هنا عندنا البيض واللبن البقسماط وادي الدقيق وعندنا الايه البطاطس. نفتح كده كيسين. نحط اول كيس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقوم حاطط هنا اول حاجه. الجبنه تعمل فيها شغل عالي قوي والبقدونس ملح وفلفل حطيناهم. بعد كده نبدا نعمل ايه. بجيب عندي قطاعه ازاي. طب الباقي ما هو هيتلم تاني ويتعمل تاني. لا يوجد اي مشكلة خالص. اهو كده اهو. يا سلام طبعا لو اتحط في التلاجة شوية. يعني لو اتحط في الفريزر شوية تراجع على الطعم هيبقى عامل ازاي. الشكل هيبقى عامل ازاي. هتعرفي تحكمي فيه اكتر يعني. هم حاطينه في البيض واللبن. بصي نزل بيض دقيق شيل الزيادة بيض ولبن. هتاكل صابعك وراها. البطاطس مش طبيعية لان انا عارف اللي الجبنة هتعمل فيها ايه جواها تدي الطعم عامل ازاي. طبقة البقسماط الجميلة يا ريت بس تحطها في الفريزر شوية تطلع لك احلى شغل. تعرفي تحكمي فيها بس مش اكتر يعني. كيس موجود اهو كده اهو. ازاي ناخد في الدقيق اهو. بص بقى حد اللي هيتلم ده. بص كبير اهو اهو شايفه ازاي. بس ما تقدريش بقى يعني ايه تهرسي فيها كتير. خلاص اهي اعملي كده تفردي تاني وتقطعي تاني. الموضوع سهل. طب لو عايزه تقطعي بره طبعا انت عارفه ان ليه بقطع الكيس من هنا عشان هي لسه ما جمدتش. لكن هي لو جمدت معاكي تقدري تشيلي الكيس كده وتقطعي كده اهي. ماشي. ونبدا نحط في نفس الكلام دي يا باشا ونحطها فين في الزيت السخن. ونبدا نقلي الكلام الجميل ده.